ألو، معنا مكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مبروكة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. الله يبارك فيكم، مرحبا بكم. عندي سؤال شيخ. تفضل. كنت أنا اسمي السعدية. السعدية، نعم. من مخلن. السعدية من مخلن، تفضل. نعم سيدي، عندي واحد المشكل والله أعلم لا تفيدني بشي حاجة. عندي ثلاثة، جوج البنات وواحد الولد. الله يصلحهم. ودابا أنا مريضة هانديكاب، هما لاحوني. لا حول ولا قوة. ومشاو وخلوني. لا حول ولا قوة إلا. وما تنقدرش نوض، وما كاينش اللي يساعدني لا في ورق، وما تنعرفش ما تنعقلش. هما لاحوني وخلوني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن فضلك الكريم، من فضل الله سبحانه وتعالى. أنا ما عندي لا مي لا با، وما عندي لا فاميلا لا في مخلن ولا في المغرب ولا في حتى شي بلاصة إلا هاد الولاد. وشحال الأعمار ديالهم السيدة؟ واحد عنده 20 سنة، والأخرى 39، والأخرى بيناتهم 3 سنين. يعني أخرى فوق 40. لا أقل من 40. يعني 36. هاكاك. وعلاش لاحوك يعني؟ ما عرفت شو شنو، ما نعرف، حيت نخاف عليهم بزاف، حيت مثلا نبغي نسول كل ساعة فين مشيتو فين جيتو. لا حول ولا قوة إلا بالله. والراجل ديالك فينو؟ ميت الله يرحمه، من ساعة دابا 16 سنة باش مات. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهادم يعني ربيتيهم تيا بالمحبة وبالعطف؟ بوحدي، ملي مات باهم بوحدي نقريتهم، علمتهم القرآن، علمتهم الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختي حاولي اتصلي بالمسجد في مالين، كاين جوج ديال الجوامع كبارين تماك. مشيت، نعم سيدي. وهذا نداء لأهل المساجد، سواء مسجد البراق ولا مسجد مالين، ما شاء الله قدشنا هو وفيه مسلمين كثر. نداء للشباب ديال مالين باش يساعدوا هذه الحجة السعدية. عيب وعار على هاد الأبناء اللي 39 و39 و20 يسمحوا في الأم ديالهم اللي ربتهم. هذا عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار. داش سكاندالك دات تي يونغر هن مودر أختر لاتة مفراو السعودية ألين ستاندك هانديكاب تفراو هار زهيفت هار كيندر زلفستاندك أبخفوت هار مان إس كستورف دي سكاندالك دي يوغت فان فانداغ. Dat is een schande, ongelooflijk, onaanvaardbaar. Blijft jullie moeder. Het is eindig in welke omstandigheden. Dat is ook een boodschap aan de jongeren in Mechelen. Het is schandalig hoe dat jullie moeders behandelen. En ik vraag aan de mensen in de moskee daar en aan de moslimgemeenschap in Mechelen dat zij deze vrouw steunen en helpen. Dat is geen traditie van de islam en geen gewoonte van de islam. We weten hoe waardevol de moeders zijn in de islam. Hajja Sa'diya, hada nida ana wajjahtu. Jazakallahu khair. Ana gandi'u ma'ak wal qulub diyalna ma'ak. Inshallah ta'ala hada 'aib wa 'ar 'ala al-jaliyah. Wa saraha al-um hadhihi al-miskina allati rabbat abna'aha. Allah yadrib al-yawm bizzaf, 'allamtum as-salah. Hawla wa la quwwata illa billah. 'Allamtum al-Qur'an wa tanqul lihum salli wa tanqul li waldi ma takhrajsh bil-layl. هادشي اللي علاش في العرب من هاد ما تبغيش يخرج. ولا تنقول له عاونيني، وتنقول له بنتي قري لي البراوات، راه ما تنعرفش ما تنعقلش نشرب الدواء د العصاب، فاتحه على الكلوه، ما تنقدرش نمشي برجلين ديالي، ما لقيتش نشوف بعينيا. النتيجه ديال شوفوا النتيجه يا اخوان الكرام الابناء العاقين. ولكن شوف يا اختي، الله راه الله كيشوف كل شيء. هما اللي غيتحاسبوا غيتعاقبوا في الدنيا والاخره. وهذا ادعي لهم بالصلاح والهدايه. ان شاء الله ندعي لهم بالصلاح والهدايه. ولكن صراحه هذه مصيبه وكارثه وقعت هنا في هذه البلدان. هاد الشباب اللي ما كيتهلاوش في الوالدين. دابا يا شيخنا كل سنين، دابا يا شيخنا كل سنين وانا تنحاول. نعم، وان شاء الله النداء ديالنا غيوصل لهم. هذا النداء ان شاء الله. يعني مشي للمسجد تماك، مسجد بور البراق ولا مالين، ويعني هما ان شاء الله يساعدوك. وهذا نداء لي مني
من قناة مغرب تي في لهؤلاء الإخوة أن يساعدوا هذه السيدة. يعني هذه السيدة وقفوا معها ولا تشوفوا لها شي أخت تجي تخدم تماك، يعني كاين يعني ولا جمعوا لها شي بركة ساعدوها. يعني الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك الأبناء يمشوا يتكلموا معهم وينصحوهم. يعني بعض الأبناء كيغتروا بالصحة وكيغتروا بالدنيا، راه بحال كتعامل الوالدة ديالك غيعاملوك ولادك، بحال سمحتي في الوالدة ديالك غيسمحوا فيك لولادك. فاتقوا الله يا شباب، غريس الله ان بهاندل يو مودر اوبن اير وارد لك مانير اوبن ريسبكت فولو مانير. Yeah. شكرا يا حجة سعدية، اللهم عينها يا رب. يا شيخنا اللهم يا ربي يطول عمرك ويجزيك الله خيرا، ادعيلي بالصحة ودعيلي بخير وخاتمة عند الله سبحانه، حسن الخاتمة. أنا أريد حسن الخاتمة إن شاء الله. أبشر يا أخت سعدية، ربي ما يخيبك إن شاء الله. اللهم يا ربي ما يخيبك يا أمي، بارك الله. كبرت وتأدبت عليهم كثير يا شيخنا، ان شاء الله اجرك مضمون ان شاء الله، اجرك مضمون. انا كنعرف النوعيه ديالتك الشباب، كنعرفهم مزيان، يعني كيفكروا غير في نفسهم، كيفكروا غير في نفسهم. خذوا شريت الطوموبيل وهربوا لي بالطوموبيل، هربوا لي بالفلوس، هربوا لي بكل شيء. طماعين والله، الله يهديهم. الله يهديهم. شكرا يا اختي، الان الوقت البرنامج انتهى. وشكرا على الاستماع ليك للسماعه ليا، وشكرا باللي هنيتي قلبي، وشكرا لهذا الطقم تقني الحمد لله اللي موجود اللي كيسند لكل واحد في الجاليه الخارجيه. شكرا لك. شكرا لك يا سعديه، شكرا. يا الله كن في عونها يا رب العالمين، يا رب العالمين اصلح ابناءنا وابناء المسلمين يا الله، خذ بنواصيهم للبر والتقوى يا الله، يا رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين احفظ لنا صحتنا يا رب الله، يا رب العالمين احفظ لنا صحتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك يا الله.